نعم تعرف عنها مدرسة الشملان؟ مدرسة الشملان معروفة اللي يسمونها السعادة. ايه مدرسة هذه السعادة ايه. اخر اللي موجودة الحين يمكن لا مو موجودة. لا بقى فيها بلا بقى فيها الديوان، ديوان يقعد فيه عيال 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 بن عيسى. فوق يدرسون فوق المدرسة فيها غرفة فوق درسنا فيها احنا. مدرسة شملان كانت في عمارة بن عيسى. بن عيسى اي نعم. هاي ما ادري عاد وقفة وهذا اعتقد موجودة هذه العمارة الوحيدة اللي يم بصف بصف مسجد بن خميس. اي نعم. وعقبها وانت رايح شارع الميدان عقبها ديوانية بن حيي. لا بن حيي لا هذه ديوانية اللي ولا النصف اللي سووها وزارة إعلام اللي سووها وزارة إعلام معرفي معرفي اي معرفي معرفي اي نعم اول وزارة إعلام هناك. ما ادري والله انا اول مره اسمع الكلام. اول ما سوى وزاره الانباء والارشاد ذاك الوقت يسمونها اي الانباء والارشاد. وانت اشتغلت انك بالوزاره وزاره الاعلام ان شاء الله نسولف عن موضوع شغلك بعدين. وانت رايح من عقل حي الشيوخ نعم بهيته صباح الناصر وانت رايح ليه بهيته اللي فيها السجن اي هذيك اللي قبال قصر السيف الحين تقريبا يصير لا بقابله جبله اي بهيت ترتفعهم جاب الجبلة. اي نعم اي نعم قصر السيف احنا اشتغلنا في هذا نعم في البحر. خلنا فريجكم الحين عدت لنا كم عمارة اقرب شيء لكم الفرحان وبعدين بن عيسى وبعدين بن حيي وبعدين معرفي عدل من شرق اي بس من شرق اكو ديوان اي اجره عبد اللطيف بن صقر نعم. ما ادري ديوانيتهم نعم. لهم اي اي نعم. وعقبها خالد بن شملان بيته خالد بن شملان اي واللي وعقبها ديوان شملان اللي موجود الى الان ايه واللي عقبها ديوان بيت الرومي بيت خالد بن شملان وبعده بالرومي يعني بالرومي على البحر اي على البحر نعم وعقب بيت الرومي عدل بيت ديكسن سكتها مو ديكسن لا بعد بعد ما وصلنا اي ايه؟ اكو هني سكه ايه؟ فيها بيت عبد الرحمن القطامي عبد الوهاب القطامي اي نعم وانت رايح يجيك ديوان حساوي الحساوي على البحر بعد على البحر نعم عاد يجيك ديكسن اذا ديكسن وقبله ايه؟ الحساوي ايه؟ وقبله عبد الوهاب القطامي ايه؟ عدل ايه؟ سكه ايه؟ بيت ايه؟ مو ديوان عبد الرحمن بس سكه نعم نعم بعدين بالرومي بعد اي وانت ايه؟ شرق الحساوي اخر شيء وصلنا ايه قانا بالحساوي هذا ايه؟ وعقبها بيت دكسن عقب بيت دكسن نعم يجيك هذا العسعوسي احسنت العسعوسي عدل للحين مكانهم ايه موجود ديوانهم موجود نعم صحيح عقب العسعوسي يجيك النصف يجيك النصف طيب خلفكم انت وصف لنا بيتكم على من جبله بيت الفرحان ايه عدل اللي هو قلت لي قصر على اربع شوارع تبي فوق ومن شرق اول شيء كنا قلت منو قلت بيت اول ديوان بن عيسى بن عيسى شرق منكم شرق منكم جبلة. ها جبله منكم ايه لا انا اتكلم شرق منكم على طول اول بيت يمنى ايه هذه ديوان حق عبد اللطيف الصقر اي عبد اللطيف بن صقر قلت طيب خلفكم منو ساكنين فوق اي فوقكم من شمال من جنوب فوق طال عمرك شرينا بيوتهم هم بيوت الصقر بيوت الصقر وهم شريتوا انتم حي الصقر هذا اي هذا اصلا حي الصقر الظاهر كله حي الصقر اي نعم اكثر بيوت هنا كلها الصقر يدي شرى بيت واحد من مال بن صقر نعم عدل نعم علي بن صقر نعم راحوا غير الصقر اللي هم صقر الغانم اهل جبله غير اي غير يصيرون نعم. جماعتهم نعم يصيرون جماعتهم إيه. نعم وفوق عاد بن فياض وعبد الرحمن اليماني نعم. احمد اليماني عبد الرحمن اليماني عبد الرحمن واحمد نعم. وقام منهم واحد حين عيالهم نعم اي ويدي شرى حق عياله نعم بيت لانه ابوهم توفى نعم عدل وشرى لهم بيت نعم. سموها شنو الوصية والواجبة اي نعم عياله من زوجته اي
عيال عيال زوجته يعني. لأن ما يرثون. اي نعم صح، لا ما يرثون لأن عيال زوجته. عطاهم بيت وعطى كل واحد بيت. نعم 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 نعم. البيت هذا اللي شراه فوقنا بعدهم. نعم. ونقعدكم قبالكم. قبالنا النقعة. اي عندكم. كل نقعة يملكها صاحبه. نعم. تذكر كم كم بوم عندكم وشنو اسمائهم؟ عندنا ثلاثة. ثلاث ابوام اي حق سفر ولا غوص؟ حق السفر. حق السفر هذول ابوام سفر. اي نعم. واربع خشبات غوص. واربع غوص سفن للغوص. سفن غوص. نعم. سنابيك. سنابيك كلهم سنابيك. واحد منهم اللي قلتي حوالي 100 شخص يشيل تقريبا. اي هاي في عمي. اي نعم نعم. فعندكم اربع سفن غوص وعندكم ثلاث سفن سفر. سفر. ابوك الله يرحمه ما كان ناخذها بس يدك بس كان بمبي يمورها. اي يدك كان ناخذها كان هو يطلع بالسفينه يروح الهند. يدي طواش. طواش ها. طواش يسوي الطواش هذا. لدشر راحوا الخشب الغوص كلهم هناك. نعم. يحصل محصول. اي نعم. عدل. نعم. الطواش يروح يشتري منهم. ايه؟ وهو في البحر. في البحر قبل أيون. قبل أيون. يرجعون. نعم. يشتري نعم. منهم عدل. نعم. يسمون الطواش. نعم. والطواش هذا كشته مو يعني. ايه. ايه. نعمة وأكل. أكيد 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 صحيح صحيح صحيح. يطوش نعم. هذا يطوش ياخذ. يطوش عليهم في البحر ايه. يفتر عليهم ايه. يشوف إيش عندهم ما عندهم. ايه. ويساوهم مع الاسعار ويشتري المحصول مبكر. اي مبكر. وبعدين هو عاد يروح يشوف شلون يصرفه يعني. وين كان يبيع اللول والله يرحمه؟ يبيعه بالكويت ولا يسافر؟ الهند يودون الهند. يودي الهند يبيع ويروح البحرين يمكن بعد. اي البحرين. البحرين كذلك. نعم نعم الله يرحمه. نعم. اذا يعني ما شاء الله اعطيتنا فكره طيبه عن يدك الله يرحمه وعن ابوك الله يرحمه وايضا عن فريج ابو قماز وعن سكان الفريج اللي انتم سكنتوا عقب فريج سعود اللي هو يعني اصلا بيتكم كان فيه. بدايه دراستك وين درست ومن درست اول مدرسه؟ اي نعم. اللي قلت عنها الحكومه ما عندها استعداد تبني. نعم. اجروا بيت خلف مقبره هلال من جنوب. نعم. مو من البحر. من جنوب. البحر نعم. بيت هلال. صح على البحر. البحر بيت هلال عدل. ماكو اجار فوق. صح هناك. نعم. اجروا بيت صغير ودرسنا فيه ما طولنا. قامت الحكومه وبنت مدرسه شرقي المقبره اللي هي المدرسه الشرقيه. الشرقيه. اي نعم. بس قبل لا تبنيها كانت مأجره. كانت مأجره جنوب ايه. المقبره. لا عقب ما طلعنا من هناك ايه. ما رحنا مدرسه الشرقيه رحنا مدرسه المضف. نعم. اسمها مدرسة المضاف ولا الشرقية بيت المضاف؟ لا بيت المضاف. اي الشرقية هي الشرقية. بس بيت المضاف. اي بيت نعم. بيت يعني ما نعم. ما سوتها الحكومة. نعم لا أجروه. لين بنوا ذيش. لين ما بنوا؟ بنوا ذيش انتقلنا هناك. نعم. إذا أنت درست أول شيء في المدرسة القديمة اللي جنوب المقبرة. مقبرة. في الشرقية. اي تمام. هاي يسمونها الشرقية. اي وبعدين رحتوا حق بيت المضاف اللي أيضا كانت فيه المدرسة الشرقية. ايه؟ مرحلة اثنين خلنا ايه؟ نسميها. مرحلة ثلاثة بنت ايه؟ الحكومة هناك. بعدين بنت الحكومة. ايه. بنت هناك اللي انتقلنا وهو مديرنا فيصل عظمة. فيصل عظمة اللي هو عليه شارع الحين في الروضة. ايه؟ عدل تكريما هو من أصل فلسطيني ولا مصري؟ والله يمكن سوري. يمكن سوري هو ها ايه لأن فعلا اسم العظمة سوري أكثر مو ايه. ايه نعم 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 سوري فيصل عظمة ما يسمى نعم. سوري نعم. المصري نعم. ما يسمى تذكره يعني شفته تذكره يعني طلعنا الصبح نركض من الصبح من الصبح ويانا الله يذكره ويطول عمره الشيخ صباح. شيخ صباح كان وياكم والله يطول عمره يركضوننا الصبح. نعم. برد صوار وفنيله ويركضنا من المدرسه الشرقيه الى دسمان برا هذا برا المدرسه تركضون كان يقول صباح ماني ما 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 راكب انا وياه. نعم نعم قال فرق روح البيت روح البيت. نعم نعم ويلاك المهم هذه بعدين انتقلنا على مجلس النظر. نعم. لا المنسب قبل بعدين الشرقيه. بعدين الشرقيه ايه؟ بنوا على البحر. على البحر اللي هو المبنى الحالي الموجود البناعي. نعم نعم عند المناعي بالضبط يم المناعي. نعم ضخمه هذا اللي تخرجت منها 49. اذا درست انت في كل مراحل المدرسه الشرقيه من اول مبنى اول ايه؟ مكان اجروا فيه اللي هو جنوب مقبره هلال ايه؟ وبعدين عند المضف ثم المبنى القديم اللي تحول صار مدرسة البنات بعدين ها؟ المبنى القديم ايه صار مدرسة البنات اللي هي الشرقية ايه
رحتوا عقبها الى المبنى اللي على البحر، مبنى كبير وجديد وما زال قائم موجود. تمام، هذا المبنى النهائي. فدرست في اربع مراحل المدرسه الشرقيه، ولا قبلها نعم مدارس اهليه، درست عند مطوع. اي مطوع درسك؟ اي مدرس؟ درسنا بحماده، يوسف حماده ولا يوسف؟ يوسف مال يوسف مال المقبره. نعم معروف. نعم نعم كنا مكتب، كنا مدرسته في الوسط، مدرسه مسقف صباح الناصر، فريج الشيوخ. فريج الشيوخ، فريج الشيوخ يمن مسقف. يمن مسقف نعم، يمن مسقف، يمن الشيخ يوسف الجناعي. نعم عدل. نعم هذه واحده. وبعدين عقبه عقب يوسف ملا يوسف حماده، قبلها احنا صغار اي ست سبع سنين اكو مدرسه في فريج الرومي، مو مدرسه، دار غرفه اي فيها يعني الحاله ضعيفه مناجير وهاي. نعم. نروح ودونا اهلنا بس نقعد قران، تحفيظ قران. نعم. منو كان يدرسكم؟ ملا محمد ملا علي. ملا محمد ملا علي. ملا علي. نعم نعم محمد ملا محمود. اي الابراهيم. إيه. الابراهيم ملا محمود الابراهيم. إيه. نعم نعم ملا محمد. إيه. ملا علي الابراهيم. إيه. عيل اذا ولا مدرسه المضف. نعم لا صارت راقيه. نعم مديرنا سيد هاشم. نعم سيد هاشم العقيل. عقيل. إيه نعم اي نعم عدل بالانجليزي صالح شهاب يدرسكم. اي صالح شهاب لغه انجليزيه. صالح شهاب اي لانه من اوائل الناس اللي تعلموا انجليزي. عدل. نعم نعم. وبالدين ملا حمود ملا 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 محمد. ملا محمد اي نعم اي نعم. عندنا بعد مدرس خالد نصر الله. خالد نصر الله قديم. نعم عدل. صحيح درسك هذا. إيه. بالشرقيه اللي هي اخر مبنى اللي هو الحالي على البحر. على البحر هذا. إيه. درسوك فيه. إيه. وكان الناظر منو؟ إيه. وفي مدرسين بعد. نعم اذكر معنا فاضل خلف درسك بعد. عدل موجود. موجود ابو محمد خلف. موجود استاذ فاضل. وعبد المحسن الزامل. نعم. هم درسك بعد ها؟ درسنا. إيه. ما شاء الله 49 49. إيه. نعم. نعم يعني عندهم. نعم. معلومات لكن زي ماشي. نعم. نعم. هذه في وعندنا السقاف احمد السقاف ايضا الله يرحمه. نعم جاسي هذا. نعم. درسنا في المدرسه الثانيه اللي يم المقبره. نعم إيه. اللي يم المقبره اللي هي المبنى. نعم المبنى الثالث خلينا نسميه. أحمد السقاف. نعم اذا كل دراستك كانت شويه في المطوع اول شيء وبعدين كملت. إيه. بالمدرسه الشرقيه. إيه. لي خلصت كل المراحل. وكان في مدرسه طال عمرك مطول بخير. نعم بالمطبه. في المطبه درست مدرسه ملا عبد الوهاب. اي عبد الوهاب العصفور. والله معن كل كان ويانا. نعم بدهام. نعم تعرفه بدهام. اي معروف حمدان السيف. حمدان دهام السيف. اي نعم اعرفه العم حمدان. نعم 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 كان وياك من الزملاء. 44 كلها مراحل. نعم صارت اذا تربيه يوم صار وزاره التربيه. لا كلهم اهل راحوا التربيه. إيه طبعا لما افتحوا. إيه. المدارس الحكوميه وحطوا مدرسين ويابوا من خارج الكويت. إيه. البعثه الفلسطينيه والمصريين. إيه. ها كلهم ما شاء الله قدموا. إيه. الكويت كثير. يونا الله يرحمهم كان حي ميت بعد الاحتلال سنه 48. نعم عدل لما راحت فلسطين. فلسطين. نعم. يونا عاد مصطفى الدجاني وحمد عبدو فلسطينيين. نعم اي والله. نعم وين كانوا ينامون؟ وين؟ مصطفى الدجاني والله لا قام يدرسنا ان ساعات ضيق خلقنا 48 رايحه وهو جاينا مدرس. نعم. جاي يدرس مدرسه وبلده رايحه. نعم. ينامون فوق اكو صفوف فوق. نعم ماكو نعم ما في فنادق ما في شقق الاجار ما في. ينامون المدرسه. نعم. فوق. نعم. الشرقيه هذه فيها صفوف يناموا هناك. نعم زين عم براشد نبي نوقف شويه ناخذ. ايه. راحه. ايه. اعزائي المشاهدين نتواصل معاكم ان شاء الله بعد هذا الفاصل. نتواصل معكم اعزائنا المشاهدين باستكمال حديثنا مع العم عبد الحميد راشد سالم بوقماز. عم براشد احنا تكلمنا عنك وعن بداياتك وعن أسرة بوقماز ووصلنا التعليم وخلصنا مرحلة التعليم تقريبا الشرقية كلها. ايه. عقب الشرقية بديت تشتغل؟ عقب الشرقية انا اشتغلت في المطار. في المطار. عاد نبي نسمع سالفة المطار هذه.
لان الحقيقه ما مرت علي انا هالسالفه هذه لما سمعتها منك اول مره. المطار كان ورا الصور في الدسمه عدل. ورا الدسمه هذا اول مطار في الكويت المنصوريه اول مطار في الكويت مطار الدسمه عدل. ورا الصور قبل مطار النزهه اي قبل مطار النزهه قبل مطار